طبعا أزمة كورونا الحقيقة اللي بنمر بيها اليومين دولت دي أزمة عالمية كبيرة، أول مرة نتعرض لها، العالم كله يتعرض لمثل هذه الأزمة. احنا تعرضنا لأزمات قبل كده كتير في مصر الحقيقة في مجال السياحة، فاحنا عندنا قطاع حساس اللي هو قطاع السياحة الحقيقة بيتعطل نتيجة لأي مشكلة بتحصل فيه خاصة بإقليم أو بدولة محددة. لكن النهاردة المشكلة ما بقتش في إقليم ولا في دولة، المشكلة بقت عالمية الحقيقة. يعني انت النهاردة الإقليم اللي جاهز انه يستقبل سياح، النهاردة السياح من بلدها مش قادرة تخرج، هي خايفة انها تخرج، خايفة انها تخرج طبعا أسباب صحية في المقام الأول، عدم التجمع في المطارات وركوب الطائرات في المقام الثاني. النقطة الثالثة كمان ان هم تعرضوا لمشاكل اقتصادية قد تؤثر على دخولهم وعلى صرفهم، فبالتالي السياحة بالنسبة لهم يمكن لمدة طويلة مش هتبقى مجال للصرف للناس. لذلك انا ارى ان الموضوع اللي احنا فيه النهارده للاسف الشديد انعكاساته على السياحه هي انعكاسات طويله، انعكاسات هتقعد كذا سيزون ورا بعض متاثره. قطاع السياحه الحمد لله متدرب على معالجه الازمات. طبعا ربنا يوفق جميع العاملين في مجال السياحة ان هم يحاولوا يستمروا على قد ما يقدروا، يحاولوا يحتفظوا بالكوادر اللي موجودة معهم، العمالة اللي موجودة معهم على قد قدراتهم، لازم يكملوا لان كلها مؤسسات قديمة ولها خبرات وحققت ارباح، فيمكن ده دلوقتي الوقت اللي هي مضطرة انها تستثمر جزء من هذه الأرباح في القوة البشرية اللي موجودة فيها عشان تستمر معها. لأن دايما من المعروف الحقيقة في هذا المجال أن بعد ما بيحصل له هبوط أو بيحصل له توقف بيقوم بطريقة جيدة جدا. بالنسبة للقطاع التجاري عامة هيبقى برضو من القطاعات اللي هتتأثر لمدة مش قصيرة الحقيقة، لأن برضو القطاع التجاري دايما معتمد على تداول البضائع من دولة إلى أخرى. فأنا النهاردة لو بشتغل النهاردة على منتج محلي بنتج محليا، فأنا بحتاج بعض العناصر اللي بستوردها من الخارج. النهاردة لازم تكون الدولة اللي أنا بستورد منها بتنتج وعندها القدرة أنها تشحن هذه المواد الأولية أو هذه العناصر اللي بتدخل في الإنتاج عندي أو مكونات الإنتاج اللي موجودة عندي عشان أقدر أنتج. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو أنا بستورد بضاعة منتج نهائي برضو لازم أشوف على اللونج على المستوى على المدى المتوسط أو على المدى البعيد، هل المنتجات دي مكملة في الإنتاج؟ هل الشركات دي مكملة في إنتاجها بنفس الطاقة بنفس القوة؟ هل هيبقى في إمكانية لشحن هذه البضاعة لدخولها البلد وعرضها في المحلات؟ دي نقطة لازم تدرس. فهي الحقيقة هيبقى كل منشأة النهاردة ليها الطريقة طريقتها الخاصة في إدارة أزمتها. بالنسبة للتطوير العقاري في هذه المشكلة الحقيقة قطاع التطوير العقاري يمكن يكون أقل القطاعات المتأثرة بهذا الفيروس، وإن كان تأثره ضخم وتأثره كبير لأنه هو قاطرة اقتصادية ما فيش كلام، وراء صناعات عديدة بتعمل وراء. لكن شركات القطاع العقاري اللي موجودة في مصر شركات كبيرة، شركات عندها قدرات، شركات حققت أرباح، هتقدر تستمر في الإنشاءات بتاعتها، وإن كان سيتم تخفيف العمالة أكيد للحفاظ على أرواح الناس وصحة الناس، فقد يؤدي هذا إلى تأخر بعض المشروعات. عندها في لازال في طلبات بتتم النهارده، في ناس بتطلب العقار لازال، وان كان الطلب طبعا محدود الى حد ما لكن لازال موجود. فانا اتوقع ان اول نشاط ان شاء الله سيتم ان هو يرجع لطبيعته او هيتعافى من هذه الازمه هو نشاط التطوير العقاري ان شاء الله. طبعا معالجه هذه الازمه بتختلف من نشاط لنشاط ومن شركه لاخرى. حسب النشاط اللي انت موجود فيه النهاردة هتشوف ازاي تقدر تعالج هذه الازمة وازاي تمشي فيها وازاي تستنى الانفراج عشان تبقى موجود في السوق وتبقى موجود بقوة، لان دايما الازمات بيبقى بعدها انفراجات جيدة جدا في المجال اللي انت شغال فيه الحقيقة. لكن كل نشاط هيبقى ليه المعالجة بتاعته.
ان وكل شركه وحجمها هيبقى ليها المعالجه بتاعتها. في شركات النهارده لو شركه باديه من سنه او من اثنين او من ثلاثه غالبا مش هيبقى عندها القدرات الماليه اللي تستوعب العاملين او الموظفين اللي موجودين معاها لفترات طويله، بعكس الشركات اللي بتعمل من عشرات السنوات واللي حققت ارباح واللي عندها كوادر بنتها وعندها كوادر موجوده معاها وعماله موجوده معاها. الشركات دي عليها طبعا مسؤوليه اجتماعيه انها تكمل على قد ما تقدر في صرف رواتبها وانتظار فترة الانفراج. الحقيقة ان احنا ممكن نستفيد من فترة التوقف ديت في ايه؟ النهاردة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا مش عارفين الموضوع ده هينتهي امتى وهينتهي ازاي وهيبقى ايه انعكاسه على ثقافة الناس وعلى طريقة عيشة الناس وعلى طريقة اتيتيود الناس. يعني هل الناس النهاردة هتبقى هي طريقتها وهل هي علاقاتها وهل هي مشترياتها او ميولها هتستمر بعد انفراج هذه الازمة كما كانت من قبل، ولا هيبقى فيها تغير، ولا هيبقى فيها حرص. النهاردة انا مثلا لو جينا قلنا السياحة النهاردة مش هيقدروا يعملوا حاجة الناس اللي فيها الحقيقة غير ان هم ينتظروا ان الازمة دي تنفرج عالميا حتى يستطيعوا استقطاب السياحة. لكن النهاردة ممكن يبتدوا يشوفوا هيبقى فيه اهتمام في الفترات اللي جاية الى ما بعد هذه الازمة بالهيجين بالنظافة والتعقيم، فابتدوا النهاردة يفكروا في فنادقهم في المناطق بتاعتهم ازاي هيبقى عندهم قيمة مضافة في الحتة دي. ان هو يبقى عنده هو كفاية قوي عنده بلد كويسة جدا، موقع جبار، اثار كويس قوي، لكن لازم يكون عنده برضو الحتة بتاعت التعقيم دي، لان ده هيكون الحقيقة حاجة بتشغل هاجس السياح في السنوات القادمة. فدي لازم نشتغل عليها كلنا في هذا القطاع الحقيقة، ونبتدي نوضحه للناس ان احنا واخدين بالنا من النقطة ديت. بالنسبة للجماعة اللي بيشتغلوا في التجارة يبتدي يفكر النهاردة يمكن يكون عنده فرصة كويسة او انه يبتدي يفكر في المنتج المحلي اكتر وفي المكونات المحلية اكتر. لجايز النهاردة العلاقات في تداول البضائع على المستوى العالمي قد يتم تحجيمها الى حد ما، او هيبقى في ضغوط عليها جامدة قوي من العالم كله في وقت واحد لما تحصل الانفراج ان شاء الله. فلازم يبتدوا يتوجهوا النهاردة ان هم يبتدوا يلاقوا المنتج المحلي اللي ممكن يعوضهم عن المنتج المستورد، سواء ده كان من مكونات الانتاج او منتج نهائي. بالنسبة للتطوير العقاري انا شايف ان الناس في التطوير العقاري يجب ان تستمر على ما هو عليه. هم عندنا في التطوير العقاري حتة قطاع الانشاءات وقطاع التصميم وقطاع الديزاين، ده يجب ان هو يشتغل زي ما هو، لان احنا في مرحلة تطوير عمراني لم يسبق لها مثيل في مصر ولا في العالم كله. عندنا 14 مدينة تحت الانشاء، عندنا واجب وطني ان ده يتم في المواعيد المخصصة ليه، لان مش هنلاقي مكان نسكن فيه، لان احنا عددنا 100 مليون بنزيد 2 مليون نسمة كل سنة، وعايشين على 6% من الأرض، أدى إلى كثافات كتيرة قوي، أدى إلى مشاكل كتيرة قوي في الزحام اللي موجودة في المدن الكبرى اللي موجودة في مصر كلها. إحنا جينا بصينا على الأنشطة اللي قامت بها الدولة في خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا في مجالات متعددة، هنلاقي إنها بتؤدي أداء ممتاز، سواء من ناحية طبية. النهاردة كان في أمراض مستوطنة في مصر الحقيقة تم التغلب عليها وإنهاءها بالكامل. الاهتمام بصحة الإنسان المصري أصبحت أولوية في الدولة، ودي حاجة جيدة جدا. إدارة المشكلة اللي احنا فيها النهاردة بتاعت فيروس كورونا، الدولة قايمة فيها بنشاط جيد جدا جدا، وقايمة بيها بأداء جيد جدا. النهاردة العشوائيات اللي موجودة في البلد اللي الدولة بتحاول تنهيها، ده ارتقاء بحياة الإنسان المصري جيد جدا. الانفراستراكشر اللي بتتعمل سواء عن طريق الطرق، وسائل المواصلات، المدن الجديدة بتتعمل على أعلى مستوى، وده أداء جيد جدا. فأنا رأيي طبعا بالنسبة لعودة العمل ده قرار سيادي بيرجع لمعالي وزارة الصحة والقيادة السياسية، هم اللي يقرروا كلام زي كده. لكن أنا النهاردة كرجل أعمال يبقى ليا دخل في هذا الموضوع، إن ومدى تأثيره على الاقتصاد
بلا شك هيكون سيء على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، لكن حياة الناس دايما أهم، حياة الناس في المقام الأول، والقيادة السياسية نحن نثق فيها ونثق في قراراتها وهي اللي تاخد قرارات زي كده.